الأمن العام الأردني مقتل نائب مدير شرطة محافظة معين العقيد عبد الرزاق الدلابيح برصاص مخربين في منطقة الحسينية أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن يوم الخميس في بيان لها مقتل ضابط برصاص من وصفتهم بالمخربين أثناء أعمال شغب اندلعت في منطقة الحسينية بمحافظة معين جنوبي المملكة وقالت المديرية إنها تنعي العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية وتوعدت مديرية الأمن العام بالضرب بيد من حديد كل من يحاول الاعتداء على الارواح الممتلكات العامه ويهدد امن الوطن والمواطن واكدت المديريه انها مستمره في عملها لحفظ امن الوطن وحمايه مواطنيه وانها تكفل حمايه حريه الراي والتعبير السلمي عنه وفي الوقت ذاته تعو... توعدت المديريه بانها ستضرب بيد من حديد كل من يحاول الاعتداء على الارواح ان لله وان اليه راجعون